لكم دلوقتي لفقرتنا اللي طبعا بنقول فيها أهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع اتحاد الكرة يوجه الدعوة لعامر حسين لحضور اجتماع المجلس. الفجر تطورات جديدة في الجبلية بشأن استضافة كان 2019. الشروق الكاف يفتح الباب أمام سحب تنظيم كان 2021 من كوت ديفوار. فيتو كوت ديفوار أنفقنا 300 مليون يورو من أجل أمم أفريقيا 2021. الوفد لجنة الحكام تستبعد الصباحي ومعروف من إدارة مباراة الزمالك والمصري. سوبر كورة علي ماهر يستبعد باسم مرسي من حساباته الفنية في يناير. في الجول أنفي نستعد لمطالبة النجم الساحلي بنسبتنا من صفقة عمرو مرعي. الشروق فرانس فوتبول صلاح رفع اسم مصر وأعاد أفريقيا لقائمة الأفضل في العالم. الفجر رسالة من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة اتحاد المشجعين. النيوز بالأرقام كيف اكتسح صلاح شريكيه في صراع الكرة الذهبية. أز غريزمان يطلق قذائف الساخرة يبدو أن دوري الأبطال أهم من كأس العالم. سبورت 360 عائلة رونالدو تنفجر ردود فعل غاضبة بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية. كورة مودريتش ليس من حق أحد مقارنة نفسه بكريستيانو وميسي. سكاي نيوز ريفر بلايت ينصاع أخيرا ويطير لمدريد.